نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. قرينة السيد الرئيس تقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. كان الرئيس الأسبق قد وافته ألمانية صباح الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 92 عاما، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك الأربعاء الماضي في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية. وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب. وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته. إلى جريدة أخبار اليوم والتي نشرت تقرير أعده الزميل أحمد حمدي محرر شؤون رئاسة الجمهورية بأخبار اليوم ورئيس تحرير البرنامج تحت عنوان انخفض لأدنى معدل منذ 10 سنوات ووصل إلى 66.7 من الناتج المحلي. بالأرقام، الرؤى والخطط الاقتصادية للدولة تنسف جبل الدين العام المحلي، حيث رصد التقرير مؤثرات الاقتصاد في 2019 وكيف سجل التضخم السنوي في يونيو 2019 نحو 8.9 بدلا من 13.8 في يونيو 2018 نتيجة انخفاض أسعار الخضروات واللحوم ومنتجات الألبان. ورصد التقرير الظروف المحيطة بتراجع الدين المحلي من انخفاض الفائدة وارتفاع حجم الناتج المحلي وانخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي، إلى جانب 4 استراتيجيات ساهمت في الحد منخفض تقديرات فاتورة خدمة الدين لعام 2018-2019 نحو 30 مليار جنيه، وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلي ونحو 6% من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة. وجاء بالتقرير تصريح للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، جاء فيه أن وزير المالية أشار إلى أنه استكمالا لما تحقق من نجاحات خلال الأعوام الماضية، فقد تمكنت مصر مؤخرا من تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018-2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015-2016. كما استطاعت مصر خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019. ننتقل إلى بوابة الأهرام. الولايات المتحدة تؤكد أهمية عدم البدء في ملء سد النهضة دون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صادر اليوم أهمية عدم البدء في ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وأعربت عن التقدير لاستعداد مصر للتوقيع النهائي على الاتفاقية وكذلك توقيع مصر عليها بالأحرف الأولى في نهاية اجتماع واشنطن. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة قامت بتسهيل إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناء على الأحكام التي اقترحتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي. وذكر بيان الخزانة الأمريكية أن الاتفاقية بشكلها الحالي تضع حلولا لكافة القضايا العالقة حول ملء وتشغيل سد النهضة، وتتأسس على المبادئ المتفق عليها بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، وبالأخص مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، ومبدأ التعاون. نذهب إلى جريدة المصري اليوم. الحكومة تبدأ مواجهة عشوائيات الدائري.
كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير النقل ومحافظي القليوبية والجيزة والقاهرة بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة وتفعيل المواقف الرسمية ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية المتمثلة في إلقاء المواطنين القمامة على الطريق أو تكسير الأسوار لصنع مخارج عشوائية، مشددا على ضرورة التعامل بحسم مع هذه الممارسات. وطلب مدبولي خلال اجتماعه أمس من المحافظين الثلاث الذي يمر الطريق بنطاق محافظتهم وضع خطة واضحة بتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ توجيهاته. وخلال الاجتماع استعرض كامل الوزير وزير النقل الموقف التنفيذي لصيانة وتطوير الطريق الدائري الذي تم تكليف الوزارة به نهاية العام الماضي. من بوابة الوطن، الصحة تطلق مبادرة للكشف على الحوامل في 4 محافظات. قال الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة إن مبادرة دعم صحة الأم والجنين ستنطلق اليوم السبت في 4 محافظات، هي القاهرة، الجيزة، الفيوم والقليوبية. وتابع حساني للوطن: من المقرر أن تشمل المبادرة جميع محافظات الجمهورية خلال شهرين تقريبا أو أقل. وأضاف: تشتمل المبادرة الخدمات المقدمة للسيدات الحوامل على حزمة أساسية من الخدمات مثل قياس الوزن والطول ومستوى السكر وضغط الدم وكذلك تطعيم التيتانوس. وأردف: تستهدف المبادرة فحص حوالي 2.5 مليون سيدة حامل سنويا في حوالي 5000 عيادة متابعة حمل بوحدات الرعاية الأساسية، وكل الفحص بالمجان. إلى الجمهورية أونلاين، التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد. وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارا من الأحد المقبل لما يزيد عن 8.33 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه. وأوضحت القباج في بيان اليوم أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات. من اليوم السابع التعليم، استبدال مادة بأخرى بجدول الثانوية متاح قبل اعتماد المقترح. أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أنه لا توجد مشكلة لدى الوزارة في إعادة ترتيب بعض المواد في مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن مصلحة الطلاب في المقام الأول للوزارة، ومؤكدا أن تبديل مادة بأخرى داخل الجدول متاح، ولكن لا مساس ببداية ونهاية الاختبارات لارتباطها بامتحانات مدارس دولية وتصحيح وإعلان نتيجة ودور ثاني. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2019-2020، حيث تخلل مقترح الجدول 3 إجازات وفقط أيام 18 من يونيو المقبل، في حين أن آخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 من يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 من يونيو في الوقت الذي يؤدي فيه الطلاب امتحان يوم 21 من يونيو، كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 من يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.